عايزين نعرف ايه المشروع نواف فيه، وهو مشروع كبير يعني مشروع انمائي كبير، عايزين نعرف تفاصيله. تمام. مشروع نوفي انا الاول هتكلم عنه بصفة عامة وبعدين اقول لحضرتك هو جه منين. مشروع نوفي خلينا نقول دايما المسمى بتاعه اللي هو المنصة الوطنية لنوفي، اللي هو محور الطاقة ومحور الغذاء والزراعة ومحور المياه. ده تم اطلاقه في شهر 7 السنة دي، كان نتيجة للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050. هي بتحتوي على 9 مشروعات رئيسية، منهم مشروع موجود تحت محور الطاقة بحوالي 10 مليار دولار، و5 مشروعات موجودة تحت محور الغذاء والزراعة بحوالي 3.3 مليار دولار، وفي 3 مشروعات موجودة تحت محور المياه بحوالي برضو حوالي 1.7 مليار دولار. الحقيقة احنا كصندوق الدولي للتنمية الزراعية احنا تم اختيارنا، وده طبعا يعني نتيجة لتعاوننا المثمر مع الحكومة المصرية، ان احنا نكون القائمين بالتنسيق وخلينا نقول يعني تنفيذ المحور المتعلق بالغذاء والزراعة. الحقيقة الموضوع ده كان التنسيق بين مين؟ التنسيق ما بين الحكومة المصرية بشكل أساسي متمثلة في وزارة التعاون الدولي، وهتكلم على الدور الحقيقة الكبير جدا اللي قامت بيه وزارة التعاون الدولي، ومختلف شركاء التنمية والقطاع الخاص والقطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات، وبرضو خلينا نقول يعني عملية آلية الربط ما بين مختلف التمويل اللي جاي من الجهات المختلفة. الحقيقة يعني خلينا نقول ان وزارة التعاون الدولي كان ليها دور كبير جدا الحقيقة في هذا المنطلق. بدأت من 2020 احنا شاركنا معاهم في جلسات بنسميها المالتي ستيك هولدرز بلاتفورمز، او المنصات اللي هي بتضم الاطراف ذات الصلة. كنا حضرنا معاهم اجتماعات كتيرة جدا بقيادة الدكتورة رانيا، طبعا كانت مع الزراعة، كانت مع الطاقة، كانت مع المياه، وكان فيها برضو مختلف الأطراف، قطاع الخاص، قطاع الحكومي، ما بنركزش بس على حاجة واحدة. من هنا بدأنا يعني خلينا نقول ان احنا شفنا فعلا ان احنا كلنا ممكن نشتغل مع بعض وكلنا ممكن نشارك مع بعض، مش بس تبقى العملية عملية في مجال أنشطة مختلفة او حاجة مختلفة، ولكن ان احنا ازاي ان احنا كلنا نتجمع سوا على هدف واحد. الهدف ده زي ما قلت كان في شهر 7 بدأ. الاول نقول نتجمع، حضرتك بتجمع 7 وزارات مش كده؟ والله 7 وزارات ده جزء، ولكن شركاء التنمية كلهم اللي موجودين يعني كان. طب نتكلم برضو الأعضاء، مين هم شركاء التنمية وإيه الوزارات اللي بتتعاون مع حضرتك للهدف ده، وبعدين ندخل على الهدف على طول. بالنسبة للشركاء الموجودين احنا طبعا عندنا اللي بيقود محور الطاقة هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اللي بيقود محور المياه هو البنك الأفريقي للتنمية. علاوة على كده معانا بنوك كتيرة جدا مشتركة معانا في الموضوع ده من المؤسسات المالية الكبيرة، عندنا بنك الاستثمار الأوروبي، عندنا الاتحاد الأوروبي، عندنا البنك الدولي، عندنا البنك الإسلامي للتنمية، عندنا البنك الأسيوي للاستثمار والبنية التحتية، علاوة على بنوك كتيرة برضو من المؤسسات المالية الدولية اللي ما زالت شايفة انه عايزة تشارك، بس لسه خلينا نقول ما حطوش التعهدات المالية بتاعتهم في هذا الموضوع. والوزارات؟ الوزارات في طبعا وزارات كتيرة جدا، لكن خلينا نقول الوزارتين الأساسيتين اللي كان ليهم الدور الأساسي في إطلاق هذا المشروع كان طبعا التعاون الدولي ووزارة البيئة، ولكن طبعا موجود طبعا وزارة الكهرباء، موجود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موجود وزارة الري، في وزارات كتيرة جدا موجودة معانا. يعني الدور أنا أعتقد إن هو لما نوفي هتبدأ الانطلاق في الوقت القريب يعني هيكون طبعا الكل تقريبا موجود تحت مظلة نوفي. طيب نقول بقى نوفي واهداف نوفي ايه، ونقول هتنطلق في وقت قريب اللي هو امتى. خلينا نقول قبل كده احنا مثلا في مصر لما كنا بنشتغل كان بيبقى في مشروعات تنموية خاصة بالزراعة من غير ما نبص على محور الطاقة، لان خلينا نقول وانا يمكن حدي شوية امثلة في الموضوع ده عشان اوضح للسادة المشاهدين، المية والزراعة والطاقة الثلاثة مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا. اكيد. بمثال مثلا انا النهاردة عشان احسن انتاجية الفدان من محصول معين
انا طبعا محتاج بجانب طبعا البذور والأسمدة وكل ده محتاج طبعا المية. أكيد المية طبعا دي إن كان زمان كنا بنستخدم المضخات الديزل، دلوقتي مع التغير المناخي والتحول للطاقة النظيفة والمدن الخضراء بنشتغل على طبعا المضخات تعمل بالطاقة الشمسية، حاجات كده موجودة. فاحنا التلات محاور دول مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا. طبعا كانت من الحاجات المهمة اللي موجودة في المنصة الوطنية لنوفي حتة ان التلات محاور مرتبطين ببعض، محور الطاقة والمياه والزراعة. احنا مثلا لما كنا بننفذ مشروعات زراعية في البداية طبعا بنهتم بزيادة الانتاجية الزراعية للفدان، محاصيل ان كان مدخلات زراعية، ولكن المدخلات دي طبعا كلها والزراعة محتاجة المية، وبالتالي مع تحسين خلينا نقول سبل الري الحديثة اللي موجودة لازم برضو يكون في جزء متعلق بالطاقة، اللي هو احنا دلوقتي واحنا في الكوب وبنتكلم على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، دلوقتي بقينا بنستخدم المضخات اللي هي بتعمل بالطاقة الشمسية.